حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الديار الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج اعترف لي. ضيفي لهذا اليوم فنان عراقي ظهر لفترة قصيرة وغاب لفترة طويلة جدا. ضيفي أنا وأنتم مشاهدينا الكرام الفنان حسام علي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك حبيبي، شرفتنا اليوم. مساء الخير عليك، مساء الخير على قناة الديار وعلى مشاهديها، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. أبو عراق وين هالغيبة؟ موجود. وين موجود؟ والله يمك. أهلا وسهلا بك. شنو شعورك يصيحوا لك أبو عراق؟ شنو الاسم يعني عراق؟ شلون اختاريت اسمك عراق؟ عراق ابني. الله يخلي لك إن شاء الله. إيش قد عمرك؟ 8 سنوات. طولة العمر إن شاء الله. الله يسلمك خليك. وسميت عراق بعد هو العراق، حبا بالعراق سميت العراق. أكيد. وصرت العراق أبو عراق. بلد النهرين. واي انتقدوني ليش سميت عراق وليش انتقدوك؟ اي اكيد. من انتقدك؟ واي ناس ليش سميت عراق؟ ظلمت الطفل. قلت لهم لا بالعكس. ظلمت الطفل؟ اي شلون يعني؟ قلت لهم عراق. من انتقدك؟ واي. مثلا؟ والله هواي اصدقاء. اهلك؟ اصدقاء؟ لا لا اهلي لا. اي بالعكس اهلي يشجعون يعني، بس ناس يعني اصدقاء وقالوا لي سميت عراق ظلمته. قلت لهم بالعكس، العراق هو بلد الحضارات، بلد النهرين، لكن ما اريد ندخل بهوايه امور السياسات اللي اجت هي ظلمتها يعني. أكيد. حسام علي، بدايه اريد منك بطاقتك الشخصيه، اسمك الثلاثي، تولدك، مسقط راسك، سكنك. اي ليش؟ تريد تحتفظ بي؟ خلي. ما يصير؟ لا هو ما يصير، بس خلي. أوكي، انطنا اليوم والشهر بدون السنة. دائما نحتفظ بالسنة. 6/9. 6/9. يا سنة. 83. خمن. أصغر. أكبر. يعني طول العمر لك إن شاء الله. اسمك الثلاثي؟ حسام علي زامل. حسام علي زامل. متزوج وعندك ولد عراقي؟ إيه الحمد لله. متزوج مرة واحدة؟ بنية. عندك بنية. شو اسمها؟ ناي. ناية، ربي يخلي لك اياها ان شاء الله. وين مسقط راسك؟ بغداد. بغداد، ساكن ببغداد. اي نعم. طول فترة ببغداد ما خرجت؟ لا، يعني نسافر ونرجع. تسافر، يعني ظروف عمل؟ اي عمل ويعني. الحمد لله شكر. حسام علي، فنان عراقي، ظهرت بيا سنة، بديت بالغناء بيا سنة. أول ظهور كإعلام يعني تقصد لو؟ أول ظهور كإعلامي بال 2004 تقريبا. 2004. اي نعم. يعني شاركت على شاشة السومرية. نعم. كان برنامج اسمه عراق ستار. عراق ستار. اي ف 2004 تقريبا 2005 كانت بعد سقوط يعني. نعم. سقوط النظام. صار برنامج السومرية تبنته، برنامج تكون من 16 شاب. رحنا لبيروت، صارت النهايات. شلون قدمت على البرنامج وشاركت؟ عن طريق منو؟ شنو اختبروك؟ بقيت بالمحد، معهد الفنون جميلة. معهد فنون جميلة. نعم. اي نعم. وكان وياي استاذ محمد هادي شلون يدرسنا. نعم. اي فقال لي انت ليش ما تقدم؟ حالك حال الشباب. تقريبا ألف مشترك. نعم. اي فالحمد لله قدرت أعدي هنا المراحل اللي كانت 4 مراحل بغداد، ووصلت للنهايات ببيروت. وصلت صرنا النهايات. 16 واحد. كم شخص وصل النهايات؟ 16. 16 واحد وصل النهايات. اي نعم. ونافست على النهاية لكن ما حصلته. لا ما حصلته. منو من الأسماء اللي هي اليوم كانت هي المهم مشاركتك ووصولك ال... نعم، مراحل المشاركة. منو من الأسماء اللي هي اليوم نجوم كانت وياك أيضا بالمسابقة؟ والله كثير أصدقاء يعني، من ضمنهم فهد نوري. نعم. وهواي هواي كثير يعني. فهد نوري ضيفنا الغائب اليوم. اي نعم. وبعد والله ما جاي يحضرني يعني. زين. حسام، قبل ان تكون انت مطرب غنائي عازف عود. اي نعم. مو صحيح؟ نعم. ليش تركت؟ خريج فنون جميلة. خريج فنون جميلة. العود يعني تعلمته من ضمن دراستك، سياقات دراستك؟ لا، العود
قبل لا أدخل للمعهد. نعم. وأخلص من المتوسطة. كانت هواية لك؟ الابتدائية. دخلت معهد أهلي على حساب الخاص يعني. نعم. المعهد الخاصة. كان عمري تقريبا 8 سنوات 9 سنوات أتذكر بذلك الوقت. والحمد لله قدرت آخذ التمارين الأولية للعزف. وبعد ما دخلت المعهد معهد الفنون كنت متمكن يعني بيه. متمكن بالعود. أيه. بقى العود وياك لكن سبب تركت الغناء اختفى يمكن العود بعد من يدك؟ لا لا موجود يوميا أنا بالبيت أتمرن وأعزف وأغني وعندي محاولات بالألحان الحمد لله وشكر. أنا ما ابتعدت يعني بس أكو ظروف خاصة بإلي يعني انشغالي بعمل ثاني عمل حر وإن شاء الله يعني قريبا راجع لك عودة يعني؟ أكيد أكيد. زين حسام بعد مشاركتك بأحد البرامج التلفزيونية ومسابقات الغنائية غنيت أول أغنية لك ورا فترة طويلة بيا سنة اللي هي كانت أعرفك. أي أعرفك هذا طبعا كلمات ضياء الميالي. نعم تحياتنا للشاعر ضياء الميالي ولحان نصرة البدر. كانت أول أغنية فيديو كليب يعني اللي هي على نعم. قناة الـ MCB. نعم بيا سنة أعتقد بال 2012 يجي 2012. كانت على مصاريفك يعني حسابك الخاص على الأغنية؟ أكيد إنتاج الخاص. إيش قد كلفتك؟ ما أعرف ما أتذكر. ما أتذكر؟ تقريباً. أعتقد 13,000 يجي. 13,000 دولار؟ أي نعم. زين حسام هاي الأغنية هي وقتها ولهذا اليوم هي أخذت صدى إعلامي جداً واسع. وأغنية جميلة وكلامها كل جدا جميل لحنها جميل غناها جميل صوتها جميل نجحت الحمد لله والشكر بهذا الوقت واليوم أيضا يعني بذاك الوقت وبهذا الوقت لكن بعدها حسام علي يمكن غير موده غنى أغنية ما يعني يمكن هي مو مقام حسام علي مو صحيح؟ هو قالوا هذا الموضوع يعني شلون تقبلت هاي الانتقادات؟ بس ما كنت حاسة يعني فد انتقاد يعني إلي يعني مو شيء يخدش الإذن يعني نعم. ولا بالكلام ولا اللحن بالعكس كانت أغنية يعني أشوفها كلش طبيعية بس العالم يعني ما أعرف العالم ما حبتها أي وأنت المهم ترضي جمهورك يعني أنت تشوفها طبيعية صحيح لكن يعني ساعتها إذا أريد نرجع لها الكلامها يعني طبيعي يعني رن الجرس ويحكي موضوع طالب ومدرسة هالشيء طبيعي يعني أنا أشوف طالب مدرسة هو بالعكس أنا أشوف أخذت أصداء أكثر من أغنيتي الأولى يعني أخذ الصدى صحيح أيوة لكن نعم. فترة محدودة وبوقت محدود يعني أنت اليوم إذا ترجع إذا ترجع أعرفك لليوم مستمرة والدليل عندنا موضوع الدليل عندنا موضوع يعني بعدين نتطرق إليه بأن أعرفك انحذفت من اليوتيوب وغنيت بصوت شخص آخر مو صحيح الموضوع بعدين نعم. نوصل له لكن بوقتها هي دقت جرس او الطالبه اسمها او الطالب الطالبه وبوقتها الطالبه اخذت صداها لفتره محدوده بعدين توقفت بوقت اعرفك هي صداها ماشي لهذا اليوم فانت يعني كفنان المفروض اغانيك تمشي لفتره طويله مو صحيح لازم نواكب يعني الجيل يعني شوف شنو اللي موجود هسه بالساحة ما نريد يعني ما نقول مثل اللي جاي يصير هسه ننزل يعني المستوى نقول يعني نواكب وياهم حالنا حالهم بس شوية بالكلام وباللحن أجمل يعني ألطف يعني المفروض واحد يختار الكلمة الصحيحة يعني نعم أي اللحن نفس الشيء بس اللي جاي يشوفه أنا هسه ما أعتقد أني اللي سويته برن الجرس الطالبة فد لا هي شوف مهما يكون لكن رن الجرس والطالبة وقتها كانت يجوز أحسن من هسه البلاء الموجودة أكيد طبعا حسام دخلت قناة MCB موسيقى شلون صار الاتفاق شلون دخلت القناة عن طريق منو دخلت أنا القناة حالي حال أي مطرب يعني يريد يعرض نعم اي كليب كانت هي القناه بقتها
الوحيد اللي بالساحة. نعم. حالي حال أي مطرب يعني يجي يصور ويجي يعرض. يصور دخولي على شكل عقد أو. يعني كان الاتفاق أنت ويا القناة مجرد تمطيهم مثل ما نقول فلاش أو هارد. بس يعرضوا لك. نعم. على حساب الخاص. على حسابك الخاص. نعم. مجرد بس عرض. أكيد. وزين ليش ما حسام علي اللي ظهر بهذا الوقت للشارع وعرف الشارع اللي هو وقت 2011-2012 كانت هي القناة الأولى قناة MCB موسيقى بالغناء يعني طبعا ليش حسام علي اليوم مو مثل الفنانين زملائي اللي ظهروا بقناة MCB موسيقى شوفهم أخذوا صدى إعلامي عربي وليس فقط فعلا. عراقي وصلوا للنجومية العربية أغاني عندهم على قول أحمد البشير نور زين كل 3 دقائق نزل أغنية بكل ضوجة إليه ليش حسام علي اليوم مو هيك؟ أيمن قلت لك أنا انشغلت بشغل ثاني اللي ليش هو فضلت الشغل الثاني عن مستقبلك؟ اللي هو خارج الفن مو شغل الفن يعني لازم أنا أنصح كل فنان بهذا المجال يعني حتى مو بس الغناء يعني الفن بصورة عامة نعم. اللي كان مسرح وسينما لا يخلي له مثلا يعتمد على شغله واحدة نقول مثلا انا اعتمد بس على شغل الفن اغني بس لا لازم تخلي لك شيء ضمان لك يعني مباشر عقب انت تكبر لازم نقول مثلا تخلي لك شيء لك والعائلتك والبيتك باب رزق اخر ثاني اكيد فانا شغلت بهاي الامور ان شاء الله وما يعني ما تركت يعني راح ارجع خلال هاي الفتره قريبه يعني جدا قريبة. واتفقت ويا ناس وان شاء الله على قنوات يعني مستوى لائق يعني ويا من اتفقت والله اكثر من يعني كمستوى احكي لك على الشعر والكلام يعني اللحن. يعني الشعراء الانتاج الشاشه اللي راح تعرض عليه متواصل يعني متواصل ويا هواي اصدقائي الملحنين يعني يدزوا القايدات واسمع يوميا قبل فتره انا كنت يم نصرت وعلي صابر فاسمع بالنسبه للموضوع الكليب اريد اختار الصحيح نعم والقناه الصحيحه حتى نشتغل على شيء يعني نخرج من هذا المود حالنا حال الباقي زين قبل ما نروح فاصل سألك سؤال تعقيبا على كلامك وطرحك الجميل أريد أختار شيء صحيح وقناة صحيحة عف لي الشيء صحيح تقدر أنت صحيح تختاره وبيدك مثلك هواي فنانين العراقيين اليوم يختار الأغنية الصحيحة الكلام الصحيح وتطلع بصورة صحيحة وتحبها العالم لكن على طار الأزمات والمشاكل بين القنوات الغنائية اليوم أريد أختار قناة صحيحة يا قناة مثلا والله محترماتي لهم كلهم أخوتنا وأصدقائنا يعني نعم كلهم أنا أعتبرهم يعني مستوى واحد وكلهم جاي يقدمون حالهم حال القنوات الباقية فما عندي أنا يعني فلان وفلان يا قناة تختار؟ والله كل أنا مشكلتي يعني ما عندي مشكلة مثلا القناة أتعامل ويا قناة ومحتكر أنا أشتغل الحساب الخاص وين ما أريد أبث يعني فكلهم ما يشوفهم أصدقائنا وأخوتنا بالعكس بس أنا ناوي يعني إن شاء الله عربيا اتفقنا ووصلنا يعني المراحل الأخيرة بس انشغلت أنا بعمل خارج الفن وتأخر شوي الموضوع إن شاء الله راح نرجع له بعد 2 أو 3 أشهر إن شاء الله قناة عربية؟ أكيد طبعا يعني مو عراقية؟ أكيد يعني مو جماعة؟ لا أنا مو أقول لك ما أبثي العراقية يعني بالعكس أخوتنا وأصدقائنا أنا راح أنطيهم ونبث بس راح يكون عندي عمل إن شاء الله قريبا ويا أحد القنوات المهمة العربية يعني إن شاء الله مثل ما نقول صبرت ونلت هاي فترة الاختفاء أكيد. شنت بيها بعدين فاتتك إن شاء الله نأخذ فاصل ونرجع ترتاح في شوية حتى لحد الآن إحنا ما بادين المراحل المهمة ببرنامج اعترف لي إن شاء الله لحد الآن مشاهدينا الكرام فاصل وانا نعود معكم حياكم
حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. حسام علي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. حبيبي أنا وسهلا. أهلا وسهلا حسام. حاليا شوية نبدي جد بارت الثاني من البرنامج. يا ستار. يا ستار. لا ما أكلش إن شاء الله. حسام علي، البعض يقول يعني يمكن من الوسط الإعلامي، عفوا الوسط الغنائي وسطكم، يقول بأن حسام علي توقف عن الغناء سبب الفشل. فشل حسام علي أكيد. يعني شنو أكيد؟ أكيد فشلت؟ لا نسمع يعني هو عالم تحكي وأنا بس مو معناه يعني نقول فشلنا. قلت لك أنا انشغلت بشغل ثاني، وأكيد هواي ناس من أصدقائنا خاصة الفنانين يعرفون شنو شغلي وبين انشغلت وصار لي فترة. يعني إذا عرفون شغلك وعرفون بمن شغلت ليش يقولون أربع سنوات يعني. حسام علي فشل؟ إن شاء الله الأيام تثبت. إن شاء الله الأيام تثبت. أشوفك تضحك مبتسم. أكيد ما يعني مو فد موضوع يعني خلي يحجون. تتوقع منو حتى هاي الحكاية؟ هي وصلت لك أكيد. منو قال حسام فشل؟ والله هواي ناس أسمع. منو ببالك؟ هذا فاشل وما له علاقة. صحيح ما له علاقه. أيه. ومو يمها. مو يمها. اي من الثقه؟ الايام تثبت. من الثقه حيث حتى؟ والله ما اقول لك واحد او اثنين، بالعكس انا علاقاتي طبعا طيبه كلش ويا القليل يعني علاقاتي بالوسط الفني، بس يعني بكثره نقول مثلا ما عندي شيء يعني مو زين معهم، كلهم اصدقائنا على قد السلام والاحترام يعني، بس ما اعرف ان شاء الله. حسام، نقدر نعرف الشغل الثاني اللي ارتبطت به؟ لانه هواي ذكرت ارتبطت بشغل، يعني كل ماكو شخص ما يحب النجوميه، وماكو شخص ما يحب الشهره، وماكو شخص ما يطمح بان يكون هو النمبر وان بكل شيء، خصوصا وسطكم، وسط الغنائي، وسط تنافسي، وسط قوي جدا. نعم. صعب بمشاكل هواية، بغيرة هواية، بشخص يريد يصعد على ظهر الله. شنو الشغل المهم اللي ارتبط به حسام علي بحيث عاف النجومية وعاف الشهرة وعاف حلمه وعاف مستقبله وعاف الغناء اللي الكل تطمح له ومسعوفه واللي باعت بيوت وسيارات على مود تصوير فيديو كليب، عاف حسام علي واتجاه الشغل الثاني؟ شنو الشغل الثاني؟ والله بالنسبة الشغل الثاني واحدة إذا ما يكون حجة يعني. أي لا أكيد. بالنسبة للنجومية، النجومية اليوم تقدر تنجم انت ممكن بغنية، خاصة مو أغنية، خاصة هذا اللي هسه جاي أشوف التواصل الاجتماعي، هاي الأمور الفيسبوك وغيرها، تقدر تشتهر بجزء مقطع مو تصير نجم وهاي، بس شلون تحافظ على النجومية؟ ايه هاي الرادلها يعني واحد يعني يعرف شلون يشتغل على نفسه. بالنسبة للأمور اللي اشتغلت بيها يعني شغلت بيها العفو، أكثر من شغل حر يعني، ومن ضمنها اشتغلنا قبل أربع سنوات أو خمس سنوات، تدري يمكن أنت يعني ما أعرف عندك هيك علم، بس أنت تريد العالم تعرف اشتغلنا على. لا أنا أريد الجمهور اللي يحب حسام علي واللي أيناه. شاهد حسام علي واللي عرف حسام علي وتابع حسام علي وفجأة شاف حسام اختفى، وأيضا اللي قالوا بأن حسام علي فشل وترك الغناء، أريد أطمنهم بأن حسام علي حتى لا يقولون مثلا هو هسه من يسمع حوارك يقول أنا تركت الغناء، حسام يقول بأن أنا تركت الغناء وتركت الفن، السبب انشغلت بشغل ثاني. يمكن أني أعرفك راح أقول إيه فعلا حسام عنده شغل ثاني أهم، شغل رزقه، شغل وسع رزق حسام، قدر بين حسام يصير صاحب إمكانية، لكن اللي راح يسمعك راح يقول هاي حجة أو ذريعة حتى يغطي على فشله بين هو ترك الفن وشي. نعم. صحيح؟ نعم. فهذا اللي أريده وصله. والله أقول لك إحنا أنا اختصيت هسه حاليا كثير يعرفون بالمدارس الأهلية. نعم. اللي هي تابعة لوزارة التربية طبعا، فكان مشروع طرحه علي خالي اللي هو أعتبره صديقي لي وصاحب فضل كبير علي قبل يكون هذا المشروع، فطرح علي هذا الموضوع والحمد لله طورنا واشتغلنا، وهسه احنا
نعتبر أكبر مؤسسة، لأن عندنا ما يقارب 8 مدارس، وتعتبر مؤسسة العراق الأهلية التربوية، من المدارس اللي لها اسمها بالمديرية العامة للرصافة الأولى، وقدرنا نحقق نجاح كلش كبير خلال هاي السنوات. فصار الشغل يعني شغل بهذا الموضوع، يعني موضوع المدارس الأهلية اهتمينا به أكثر، أنا وخالي يعني أعتبره صديق لي. نعم. فأكو يعني ناس تعرف هذا الموضوع، وتعرف أنت هاي المشاريع أعتبرها مشاريع ضخمة ويراد لها وقت وصرف، فأنا التجأت لهذا الموضوع. الحمد لله والشكر. شفت الموضوع هذا بين رزقك وفادك؟ أكيد طبعا. الحمد لله والشكر. حسام، نرجع لحسام علي الفنان اللي يعرفه الجمهور وشارع العراقي الفنان. حسام بالفترة اللي ظهرت بها 2012 أيضا بقناة ام سي بي، كان مالك القناة علي مجيد العتابي، تحياتنا له. ساعد هواي ناس، ساعد هواي أشخاص، وصلهم للنجومية، وصلهم للنجومية العربية، هواي أسماء تعرفها أنت. ليش ما حسام علي كان من ضمنهم؟ والله احتراماتي لهذا الشخص اللي ذكرت اسمه. أنا مبتعد جدا يعني عن قلت لك أنا على حسابي الخاص. لا أنت بهذا الوقت كنت ظاهر، كنت يعني أنتج على حسابي وأعرض أنا يعني حالي حال المطربين اللي ما محتكرين، فمن جيب الخاص يعني، فما عندي يعني ذاك اللقاء بشخص اللي ذكرته. ليش ما تختلط بالوسط الغنائي؟ ليش انت هسه كم مره سالتك قلت انا ما مختلط، ليش خليني بعيد؟ ايش بيوسطكم؟ ايش بيوسطكم؟ نخسر هواي ناس اذا نختلط. تخسر هواي ناس؟ مثل منو تخسر؟ يعني عندي اصدقاء فنانين مجرد بيناتنا الاحترام والسلام، فما اريد الاختلاط اكثر، راح يولد غير امور يعني، حرامات تخسرهم، فنبقى من بعيد بس احترامات وسلامات. يعني اذا هسه المتقربين بالوسط مالتكم شنو اللي يعانون منه؟ هواي هواي امور. اول شيء النفاق، يعني النفاق. اي وسط الغنائي وسط النفاق، يعني مثل ما ذكرت من الساعه، قلت احد من الناس او اثنين او ثلاثه قالوا فاشل هذا. صح. اي فخليني بعيد. بس اذا بقيت بعيد يجوز تبقى هيك مختفي حسام. لا ما احتاج هذا الموضوع، بالعكس. اكو هواية بالوسط الغنائي قريبين يتملقون، علاقتهم قويه ويا فلان وعلان، صاروا يهمنا الجمهور يعني. نعم. اي ما لي علاقه بعلاقاتي بالوسط الفني، يبقون كلهم اصدقائنا وبيناتنا السلام والاحترام بيناتنا. حسام علي كاظم اسماعيل القاطع، الله خالك اكيد. ليش ما غنيت له؟ ابن عمه امي يعني، خالي اكيد. خالك ليش ما غنيت له؟ بالعكس انا لي شرف اذا غنيت لابو سام، لان يعتبر امير الشعر العراقي. اكيد لي شرف، بس في وقتها كان ابو سام يعني، رحت يعني لبيروت بوقتها، وهو كان الله يرحمه شويه بصحة غير جيدة، أما وفاة الأجل فما قدرت يعني، بس موجود الدواوين جاي أطلع منها. نعم. عندي أكثر من ديوان إليه، فإن شاء الله يعني. راح تغني له؟ والله جاي أشوف يعني، أشوف الكلام اللي قريب إليه جاي أطلع يعني يوميا من الدواوين مالته، فأكثر شيء قصائد يعني تتغنى مواويل. موائل؟ نعم. عندك واحدة سمعنا إياها؟ مسموعة ولا مو مسموعة؟ كيفك؟ هواي عندك. كيفك؟ أريد واحدة. عندك واحدة أنت تعجبك؟ لا أريد واحدة على ذوقك. أنت ما خليتني أجيب العود اليوم. يلا هاش مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله. نسمع موال. يقول غنى فنان الكبير كريم منصور، تحياتنا كريم منصور، تحياتنا لكريم منصور فنان عراقي الكبير. يقول أمس وأنا بحالات النوم
وفي صفنة زمن بالليل متعذب أمس وأنا بحالة النوم 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 وبصفنة زمن بالليل متعذب ندهني صوت شعرنا ولعنا صوت 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 أبو الطيب سألني عن جديد الشعر هالأيام سألني عن جديد الشعر هالأيام إيش تكتب والجديد البي فرح كذاب والقلق جديدي فرحك يزدد أم من الزغر تنقل حطب للنار النار ويفور جدرها ومدرش تركو مصباح الحزن صبت لي بالماعون من ضقت الحزن شفت الحزن طيب شفت الحزن طيب الله على صوتك على صوتك حسام حسام علي اكو مصادر قريبه منك قالوا حسام علي اذو اصدقاء السوء هذه يسالونك منين نجيب التعلم جيبهن حسام منو اصدقاء السوء اللي اذوك واللي ربما هم بعدوك عن وسط الغنائي خلي هذا الموضوع خلي موضوع يأثر بي شلون يأثر بيك؟ يندمك؟ حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله أحلى حكاية هم يعرفون نفسه خلي هذا الموضوع أذوك؟ أذوك حسام؟ أي والله هواي أذوني هواي هواي أمور من ناحية بيتي بصحتي هواي أمور نقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بعدهم موجودين؟ لا بعد راحوا انتهوا وين راحوا؟ انتهوا انتهوا من حياتي يعني انتهوا من حياتك موجودين بالواقع هم يعني أكيد طبعا موجودين وشوفهم تشوفهم يوميا؟ اي نعم قريبين منك؟ قريبين مني يعني؟ ما اعتقد قريبين مني تقصد قريبين يعني شنو؟ اذا تشوفهم يوميا اقصد يعني قريبين منك جوارينك مثلا؟ اشوفهم 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 يوميا طبعا بس يا ريت ما اشوفهم الله يا ريت ما اشوفهم متندم؟ اي والله متندم لو يرجع بيك الوقت شي رجع نفرض لا شي رجع وبصراحة حسام اعترف لي هم اللي بعدوك عن الوسط الغنائي لا ما اعتقد هم اللي بعدونا بس بعدونا عن هواي ناس يعني هواي ناس احبهم هواي ناس اتمنى يكون يعني دائما يمهم بعدون عنهم عطلوا هواي مو بس الوسط الفني وغناء هواي امور عطلوها مني خسروك هواي سنين من عمرك؟ خسروني هواي مو بس سنين من عمري هواي خسروني ان شاء الله رابح انت ما خسران الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله نرجع ان شاء الله نطلع من هذا المود هسه؟ حسام تتوقع ظلمت نفسك ام انظلمت؟ لا اني مظلوم مظلوم؟ اي الله منو ظالمك حسام؟ ليش ظالمك؟ شلون ظلمك؟ انت هواي جاي تحرجنا طبعا لا خذ راحتك ما ابي احراج هواي هواي منهم لله نفسهم اللي كنا نحكي عليهم منهم لله
نفسهم ظلموك؟ اي هم يعرفون نفسهم. يجوز انت ظلمت نفسك؟ يشاهدون الحلقه. يجوز انت ظلمت نفسك؟ لا. زين تقدر تنطينا اسمائهم؟ كل الذكي. ذكي. لا هاي ما اقدر. بالعكس كل الذكي واعرف يعني شلون بس هي بعد صارت غلطه. ايوه غلطه الشاطر بلف. غلطه مرت وانتهت. دفعنا ثمنها. دفعت ثمنها؟ اكيد طبعا. شنو ثمنها دفعته؟ يعني هو مثلا ما اثروا علي هم بال مثل ما قلت من ساعه اثروا عليك بالغناء ووسط فني. لا راح اقول لك اثروا. اثروا. اكيد اثروا. صحيح. اثروا. فهي ابسط شيء يعني. مو كلنا احنا نذبع الشغل وعلى الشغل. اكيد. شوف يعني فعلا كان يمكن الشغل وحجه وذريعه. مو صح؟ نعم. بس هذا ما يعتبر انكسار، لك عوده قويه ان شاء الله. لا بالعكس ان شاء الله راح ارجع يعني باذن الله باحلى الاعمال. ان شاء الله. اي باحلى صوره باحلى قناه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. نروح فاصل ونرجع؟ نرجع، شهدنا. كيفك؟ شهدنا وعلنا شيء. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ناخذ فاصل ثم نعود وياكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. حسام علي أهلا وسهلا مرة أخرى. أعرفك هذا طبعك يا محيرني عشرة أيام تنسى ويوم تذكرني. يوم تذكرني أحلى أغنية لك هاي وجهة نظر. أكيد يعني. طبعا هاي الأغنية حسام انحذفت من اليوتيوب. هواي مشاكل بيها. هواي مشاكل بيها. أول ما قبل لا تنبت للعالم ويطلع الفيديو كليب عانيت بيها. شنو العانيته؟ عانيت يعني ابسط شيء قبل لا تنزل بالشاشه حصري نزلها نصرت بصوته ورفعها يسمونه داونلود مو من الموبايل على نغمه الموبايل اسيسيل. فالقناه اللي ردت اعرض بيها قالوا احنا استفادتنا من هذا الموضوع مال الداونلود فانت لازم تحكي ويا نصرت ينزلها من الداونلود حتى احنا نعرض لك ونقدر نربح منها يعني. فحكيت ويا نصرت شغله طويله صارت بيناتنا زعل بوقتها استمر. انت سنتين. اشتريت الكلمات منين؟ من كل من نصرت يعني. اخذتها كلها من نصرت؟ اي جاهز. اشتريتها؟ اي نعم. كلمات والحان وتوزيع كل شيء. اي مو صحيح؟ زين ورحت صورت فيديو كليب؟ اي نعم. ورجعت لقيت نصرت مغنيها. منزلها مو مغني يعني منزلها باوديو. اوديو بصوت. قايد. نعم. ولا بعدين سلو قايد ماكو مشكله مساعدها داونلود للشركه. ايه. اي ف وقتها الامسي بي قالوا زين انت بعدك اول كليب الك هذا فلازم تروح تحكي ويا الملحن انت مطي اجوره يعني. نعم. خلي يسوي لك تنازل. وينزلها من الداونلود. زين هو ذا مشتريها منك وماخذ فلوسها، ليش يغنيها هو؟ بعد ما اعرف. مالك حق قانوني عليه؟ هو المفروض غير بالعراق؟ اي مفروض. بس وين احكي لي النقابه، احكي لي ماكو اي حقوق. رحت حاجيت نصرت، ايش قال لك؟ صار بيناتنا زعل وقتها. زعل؟ سنتين تقريبا زعل. قال انا اريد انا تعمدت انزل هذا الموضوع. يا ليش انا زين شو العلاقه؟ نصرت قال لك تعمدت انزل هذا الموضوع؟ ليش؟ قال بس مو على مودك انت تعمدت على. نعم. انا عندي اشكال ويا هاي القناه. قلت له انا شنو السبب يعني انا شنو الضحيه بالموضوع يعني؟ نعطيك انا اجورك و هي. فالمهم صفت يعني الحمد لله. ولا هسه تفاجأت بيها قبل فتره شايليها من اليوتيوب يعني. من حذفها من اليوتيوب؟ ما اعرف. القناه اللي كانت منزلتها على اليوتيوب لمن تابعه؟ ما اعتقد قناه يعني معروفه. كانت
ما مسجلين بالسوشيال ميديا يسمونهم سوشيال ميديا ما مسجله ما مسجله نعم. فاعتقد ان حذفت هي ما اعرف او احد اللي قصد بالموضوع هي احد اللي قصد بالموضوع منه مثلا ما اتهم احد مبينه هي شلون تتهم احد انت ما تتهم احد مشاهد هسه من يسمع حوارنا راح يعرف منو حادثها اي قبل يعني هسه حتى انا لما ردت اسوي سيرتش على الفنان حسام علي طلعت لي اغنيه الطالبه وموالي او ثلاثه وتشرغد امي وطنيه نعم ومن طلعت اعرفك طلعت بصوت نصرة بدر صوت نصرة مو صحيح؟ ليش حذفها من اليوتيوب نصرة؟ ما اعتقد نصرة حذفها ما اعتقد نصرة يعني الا هيك خلق و يتذكر امور بيناتنا يعني وشال الموضوع هذا ما اعتقد ما تعتقد نصرة او ما تريد تقول نصرة؟ لا بالعكس احكي يعني بس ما اعتقد نصرة يعني بباله يشيلني من الموضوع ويخليه هو مثل ما قلت لك يعني اعتقد هذا الموضوع اللي القناه ما معروفه ما مسجله اذا القناه مو مسجله ونصرة نزلها بقناته نظام شركه يوتيوب بان اذا نزلت نفس الاغنيه نفس الالحان نفس الكلام من وحدها نزلت من قبل قناه موثقه لدى شركه يوتيوب من وحدها هاي القناه راح تنغلق القناه الغير موثقه لهذا السبب يجوز فعلا يعني هو محاذف هالأغنية لكن من نزل الأغنية بصوته انحذفت الأغنية من الشركة أو عفوا القناة اللي نشرت الغير موثقة نرجع نقول السبب منك هي أغنيتك ومن إنتاجك الخاص نقول إهمال مني إهمال منك صحيح بس احنا بقتها من انعرضت انعرض الكليب ما كانت هاي الأمور اللي هسه الجسر حقوق النشر هاي نعم. كان اي واحد يجي يعرض فما كان ببالي يعني ان شاء الله رجعها ترجع الاغنيه نفسها ان شاء الله رجعها زين اغنيه حلوه يعني ودي ذكريات اغنيه العرض. جدا حلوه أيوة. عندك انت الاغنيه على مثلا قرص او طبعًا فلاش طبعا عندي موجود. موجوده عندك ليش ما هسه تسجل قناه توثقها لك وتنزل بها الاغنيه الله ويدك الله ويدك يمي غير قناتك ان شاء الله يعني انا عندي هيك موضوع اريد اسوي لي قناه وادعمها انا قلت لك بعيد عن هاي الامور التواصل الاجتماعي وهاي فالظاهر هي يعني فعلا مهمه جدا جدا مهمة. جداً صارت مهمة. اكثر من القنوات يعني اكيد التلفزيون يعني افضل جاي اشوف انا كمشاهدات وكناس متعلقه بهذا الموضوع اكثر من الشاشه حسام علي بصراحه جدا جرأة يعني راضي عن الفن العراقي اليوم تحديدا الغنائي راضي عن زملائك لا والله ليش شلون يعني ما اعرف شو اقول لك هي جو صارت بصوره عامه بالوطن العربي لا ما نعتقد حسام وطن عربي لان اذا نتكلم عن الوطن العربي راح نسمع ما اعتقد اكو اغنيه خليجيه بهذا المستوى، ما اعتقد اكو اغنيه عربيه بهذا المستوى، اسيويه بهذا المستوى، فقط الاغاني العراقيه. ما مو قياس ما اعتقد، لان ذاك اليوم انا كنت مسافر احد الدول العربيه. نعم. تونس نقول مثلا تونس هي ناس ذواقه وبها فنانين طلعوا منها واعتقد شعب مثقف. فاقول لهم تحبون ام كلثوم؟ واحد من الشباب يضحك يقول لا ما احب اسمع ام كلثوم. قلت له ايش تسمع؟ قال مثلا اسمع سعد المجرد. سعد المجرد. شوف هي الظاهره اللي صارت بالوطن العربي يعني ما اعرف مع الاسف يراد ترجع على القنوات خاصه فحص للكلام وفحص للحين وللكليب اللي يطلع. هسه صار يعني يجي ينزل فاعتقد هي الاسباب يعني مرات يسيطر عليها يسيطرون عليها السبب الرئيسي هذا منين؟ شو نقول الربيع العربي؟ لا يعني تتوقع مثلا يجوز القناه الفضائيه ما يهمها يهم تعرض بس وتاخذ ارباحها ما اعرف يا اخي والله ما اعرف شو اقول لك صايره بالوطن العربي ما اعرف يعني هوسه ما اعرف هوسه فوضى صحيح اي فوضى كل شيء ما اعرف العالم شو تريد
كل لازم تخالف، لازم تخالف تعرف، خالف تعرف، وهذا شيء غلط يعني. زين حسام، اليوم انت كفنان عراقي، شنو الفرق بينك كفنان عراقي مع فنان عربي؟ شنو اوجه التشابه والاختلاف بيني وبين الفنان العربي؟ نعم والله شو اقول لك، يعني اعلامهم اقوى. والله اعتقد الاعلام العراقي، يمكن احنا ما نحكي على القوه، نحكي على وساعة الانتشار. الاعلام العراقي اكثر انتشارا، اي بس هم يخدمون الفنان يعني من خلال المهرجانات ومن خلال اللقاءات التلفزيونيه. احنا لان عندهم قانون مثلا نقول كنقابه، نعم، نقابه فنانين. كل البلدان بها نقابه، نقابات صحيحه تشتغل. موجوده بالعراق نقابه الفنان العراقي؟ ما تشتغل على هذا الموضوع، ما تشتغل، ما توصل للفنان، ما يعني من يكون نجم ما تعرف شلون تقدم له ترعاه وتقدمه للتلفزيون بصوره صحيحه، وجاي يشوف انت هذا اللي يشوفه بعينه، يا اللي يجي يغني يا اللي يجي يغني. حسام، احنا ليش دائما بالعراق اذا ردنا نطلع نفسنا بريئين من شغله نذب اللوم على الشخص الثاني او المقابل؟ خلينا نكون صريحين وجديين، يعني ليش ما تقول الخطا من الفنان هو نفسه؟ الفنان العراقي اليوم وين يبقي قيمه نفسه؟ لما يوقف ورا ال 12 بالليل بنادي ليلي ويغني ويجي ياهد كان وما يعرفه هو منه شنو، مجرد هو بيده كذا مبلغ من المال يشمر على راسه ويروح، وين قيمه الفنان العراقي؟ لا هي هذا مو قياس نقول احنا القيمه هنا للفن او الفنان العراقي. كبار الفنانين العرب اللي اشتغلوا بهاي المكانات، انا ما اقول لك يعني هي لها تاثير طبعا، بس كبار الفنانين يعني ضمنهم يعني نقول عبد الحليم اشتغلوا بهاي المكانات بس ما بقى بهذا المود. كاظم الساهر ايضا، حتى حاتم العراقي هسه هالفتره يعني كان قبل سنه سنتين يشتغلوا بهاي المكانات بس عرف شلون يوفر ويطلع من مو كل الفنانين يعني عرفوه هو مكان سيء اكيد طبعا سمعتهم سيء بحقهم يتعب حتى صوتهم ما يوصلك يعني الفشي يعني مجرد كسب مال لك يعني بس ما يعني هم محدودين اصحاب ذول المكانات هاي اي بس اكو يعني فنانين مثل ما ذكرت لك كاظم الساهر يعني بدايه التسعينات كان يشتغل يعني بهاي المكانات يعني تتوقع هاي الاماكن مثلا يشتغلون بها الفنانين بس بداياتهم من اجل يكونون نفسهم يكونون اعتبرها مثل ما نقول يجمع له فلس يصور بفيديو كليب بالضبط وانا اعتبرها للفنان يعني للفنان كل على المسرح تعطي يعني مثل ما نقول حافز وتقوي يعني غناء مع الفرقه الموسيقيه نعم اي خليه اكثر جرأه يعني المكانات يعني اكثر جرأه اكيد زين حسام اكثر جرأه يعني اكثر جرأه لا تفهم اكثر جرأه يغني مع الفرقه نعم اي يعني يصير يعني تفاعل بينه وبين الفرقه على المسرح نعم حسام لو كانت اليوم بيد الفنان حسام علي سلطة أبوه من السلطة كلها تطمح لها لو كانت بيدك سلطة على الوسط الغنائي شنو يمكن القرارات اللي تتخذها شنو اللي تضيف له شنو اللي راح التغييرات اللي تطرح على الوسط الغنائي والله شو أقول لك أول ما أروح للنقابة أي نقابة الفنانين أي اقول لهم تعالوا عمي اقعدوا انتم دوركم كنقابه كنقيبه فنانين انت سووا لجنه اتفاقيه مع القنوات العراقيه هن علاقه بالعرب كل لجنه تقعد تفحص الاصوات واللجنه تفحص النصوص واللحن حتى نقدر نسيطر يا اخي هسه يا اللي يجي قام يغني يا اللي عنده فلوس قام يغني بالضبط بس مو صحيح؟ بالضبط يعني ماكو اصوات ما يعني اصواتكم انتم كفنانين راحت اول ما تشتغل على النقابه اي واتمنى يسمعون صوتي هم ان شاء الله اللي صار لهم هاي 14 سنه ما ادري 15 سنه ما اعرف شنو شغلهم كل شيء مسوي ما اعرف انتم كدور كنقابه مفروض روح شوفوا النقابات اللي برا مو بس الفنانين النقابات هاي الحره
تعرف شلون تشتغل الناس. ما اعرف احنا ليش هذا الصمت اللي جاي يصير، ما اعرف. حسام علي، عندنا فقره الاخيره، فقره جريئه شويه، شجاعه، تحتاج شخص شجاع مثل حسام علي. سلمك. صريح حسام، راح نعطيك حقلين، حقل باليمنى وحقل باليسرى، وانت تنطيني 6 اسماء، 3 اسماء تخليها هنا و3 اسماء تخليها هنا. تحتفظ بالسبب لك، ما اريد السبب، اريد اسم هنا واسم هنا فقط. الحقل هذا الاول راح ادور لك عليه اسماء لفنانين عراقيين لو كانت بيدك سلطه تبعدهم عن الوسط الغنائي. طيب 3 اسماء. احتفظ بالسبب إلك، ربما السبب يكون وسيلة مثلاً مواجهة إلك باكر عقبة تقدر تواجه بها شخص. أيمن، ما أقدر أحكي، يعني أقول لك هسه أنتقد أو ما أنتقد. مو انتقادات، هو قلت لك احتفظ مكانه يعني. لا لا، احتفظ بالسبب. أنت إذا انتقدت لي يعني شخص هذا فعلاً صراحة يقولون هذا مثل غار منه و... مو قبل شوي قلت خليه يحكون المواد الجديدة مضغوط، ما شنو مضغوط مضغوطين. اي فاكيد راح يحكونها، هذا هو ما يوصل اللي وصل هذا يحكي. بس انت جاوبت على ذن الاسئله قبل شويه، قلت لي خلي يحكون اللي يحكون، وايضا قلت لي الايام تثبت. اكيد. فانطيني 3 اسماء واحتفظ بالسبب الك، لو انت كانت بيدك سلطه تبعدهم. احكي لك بصوره عامه يعني؟ بصوره عامه من وسطكم الغنائي، كان كجيلي؟ موزع ك كجيلك كفنان كمطربين، جيلك، الجيل اللي بعدك، الجيل اللي قبلك، فنانين. حسام علي اليوم عنده سلطة على الوسط الغنائي، وذول الفنانين اريد يبعدهم 3. هذا يعني لازم اجاوب عليه؟ لازم. حسام، هذا السؤال ما وضعته انا اثناء الاعداد. هذا السؤال يظل بخاطرهم يعني. ما يظل بخاطر احد ان شاء الله. عم احنا نصالحكم اذا صار شيء. شو اقول لك بصراحه، اعطيني 3 اسماء ما يستحقون هاي اللي وصلوها هسه. اي يعني انت بوجهة نظرك فنان اوكي على عيني وعلى راسي ومطرب وصاحب صوت حلو، لكن ما يستحق كل هاي النجوميه. قلب 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 محمد سالم، احتراماتي له، وطيب انسان، طيب انسان طيب وخلوق على عيني وعلى راسنا، لكن محمد سالم ما يستحق هاي النجوميه. مو ما يستحق، الله يوفقه، بس كمساحة صوتية وكفن يعني الولد بعيد عن الموضوع. أكو ناس تستحق أكثر. تستحق أكثر. أكثر. زين، الاسم الثاني. طبعا راح تسوي لنا غير أمور. الاسم الثاني هو الاسم الأخير. ما تنشر على اليوتيوب. الاسم الثاني هو الاسم الأخير. تكتفي بي؟ أكتفي بي. والله انا سميت، اذا اقول لك هسه تقول انت متابعهم، بس قبل فتره جاي اشوف اغنيه صديقي خالد الحنين. خالد الحنين حياتي له، فنان جميل، شفت وياه مطرب، حتى حكيت ويا خالد قلت له شو الموضوع؟ اكو مطرب اسمه بسمان الخطيب. بسمان الخطيب، نعم. هذا جيلك بسمان الخطيب كان وياك بام سي بي موسيقى؟ ما اتذكر يعني، اعتقد طلع له بام سي بي غنى. شوفه يعني جاي يحكي حكي ما يغني هذا، شلون ما اعرف شو الموضوع. منين جابوه؟ منين خلوه هذا؟ ما تدري. ما اعرف. زين، هسه الحقل الثاني راح يكون سهل، اسماء تعتبرها انتم يعني انت فنانين هم ونجوم، لكن ما خدمهم يمكن الاعلام، ما خدمهم، ما اخذوا نصيبهم، يعني نجوم واصوات ذهبيه مثل حسام علي. حسام علي صاحب صوت جدا جميل، صوت ذهبي، لكن الحظ ما خدمه، ربما اهماله هو وتقصيره بنفسه ما خدمه، ما نال الشهره اللي نالوها الاشخاص اللي ذكرتهم، هم ما مستحقيها. 3 اسماء اعطيني. والله هواي كثير من الفنانين يعني اللي يستحقون والله يكونون نجوم عرب يعني. هواي. مثلا 3 اسماء. جاي يحضرني يعني الاسم. نسمع يعني مجال.
كعربيا يعني؟ لا اسماء عراقية. هو اقول لك يعني كشهرة عربية. شهرة عربية، شهرة عراقية على مستوى. نقول ساعة ذكرت لك انا محمد السالم الله يوفقه الولد، ما يستحق هاي. مثل نقول حبيب علي. حبيب علي فنان كبير انا اعتبره يعني، بس ما وصل يعني هاي النجومية يعني، نقول مثل ما وصل محمد سالم. نعم. مفروض حبيب قبل محمد سالم، قبل يستحق اكثر يعني. صحيح. يعني اعطيك مثال يعني، مثلا مثال بعد يعني والله هو كريم منصور مثلا، نقول كريم منصور فنان كبير انا اعتبره. اسماء كريم منصور فنان كبير، مو انت تعتبره يعني، هو ما يختلف عليه اثنين. أي. الكل هيس. شوف اليوم كنجومي عربي محمد السالم. لا طبعا، بس اذا اريد نرجع للواقع. ايه؟ واقع واقع الواقع شو يقول؟ شو يقول الواقع؟ شو يقول الواقع؟ يقول محمد السالم. انا ما جاي اقول لك. ايه؟ بس كقيمه فنيه وكفنان اكيد كريم منصور فنان كبير، بس ما اعرف النجوميه اللي هسه اللي صارت باوع 200 مليون مشاهده و300 مليون مشاهده ما تعرف. زين سؤالنا اللي مبينه واضحه على قولتك. هذني اسمين باسمين، هذا هو نكتفي الله. هذا هو حسام علي نور زين، تعرفه؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا. شلون يعني اكيد طبعا؟ صديق يعني سابقا. صديقك سابقا، ليش مو حاليا؟ ما تواصل، ماكو بينا تواصل يعني، بالعكس احترمني الولد لان انا قبله يعني، قبله بالوسط، وكان شو اقول لك يعني، اذا اقول لك تقول يتمنى يباوع عليه يعني. حلو. كنا نجوم ذيك الفتره 2004، فالولد هو بعده يعني يوم من الايام شافني بالاستديو مال نصرت، والله تفاجئ بي يعني، سلمني عليه اكيد اعرف يعني. تعرفه زين. ما شاء الله يعني اخذ هاي الفتره شهره حلوه. يستحقها؟ والله ما يعني ما اعتقد صراحه، ما اعتقد عنده شيء يعني يغدش الاذن. نور زين ما عنده؟ ما عنده في شيء يعني. كون صديقك؟ لا مو كون صديق، مو صديقي اقول لك. يعني اعطيني فشي اذا مو زين مثلا. مو اني اقيم، انا هنا اعلامي يعني ما اقيم، لكن الجمهور يقيم. شوف كلون وكمود الولد حلو بالنسبه لي يعني، اشوفه انا. وجهة نظرك. لا ليش ازعل منك، انا قابل المحاربه، لكن كثره الاغاني يعني هسه احمد البشير يقول قاعد احسب له باليوتيوب، اثناء ما احسب له نزل 3 اغاني. والله لو اقول لك نور الزين مثلا لو بي هالقد يعني مثلا مو زين يعني كمساحه صوتيه ما جامل يعني، بس الولد اشوفه يغني حلو احسن من محمد سالم. ماكو مقارنه بيناتهم. ممكن تقدر تعطي لحن بطرب يغني الولد يجيله. زين. شوف يغني كل شيء وملحن قدير يعني، جاي اشوفه. زين. حسام علي قبل ختام وياك اريد منك اعرفك. لا اعرفك؟ بكيفك، بس انا كون احبها يعني. تدلل. يلا تدلل. اشجعك حتى ترجعها باليوتيوب. ان شاء الله. عرفك يا ذا طبعك يا محيرني، عشرة أيام تنسى ويوم تذكرني، أعوفك للزمن والدنيا والأيام، وإذا طبعك تغير عود خابرني، جربتك وعرفك زين بس دموع تحلالك، وأكثر شيء إلا ترتاح لما أبكي قبالك، وعرفك يا ذا طبعك يا محيرني، عشرة أيام تنسى ويوم تذكرني،
أعوفك للزمن والدنيا والأيام، وإذا طبعك تغير عود خبرني. الله الله، عصوتك حسام، عصوتك. حسام، اتفقنا بأن يكون أكو موال حصري شاشة ديار الفضائية، وتحديدا البرنامج اعترف لي. تدل مغني أكمالا؟ إيه. أنا أكمال دائما أحب أغني يعني. نعم. الشاعر الكبير أريان سيد خلف. أريان سيد خلف، طولة العمر إن شاء الله. ضمن بلي الثان وحل حلال الخل، مشحيح افراحنا ودكاننا معزل، البس منبوك من الله والياول، وصياد الهموم بدفتر يسجل، يلشارك ملين حل حلال الخل، وطول واسك للواسة مخيل، أسلم من عذاب الآه والياوين، وعللني وعللني بهواك العافية تعلعل، ناور للدمع لا 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 ولك ناورني الدمع بول مدب على القاع، ولا رن الحزن ويرن الجلجل، دحل شعرك حبيبي الليل بلشي طول. هاي عيون الديار. الله، شكرا لك حسام. شكرا لك حسام، ضيف عزيز علينا كنت، شرفتنا ونورتنا، سعيد جدا انا بلقائك. شكرا على طرحك وعلى سعة صدرك حبيب قلبي. أنا أشكرك طبعا، وأشكر قناة الديار على تحت هاي الفرصة الحلوة. تستعمل. ويا ربي موفقين بكل ما هو جديد من الديار إن شاء الله. شكرا لك. أشكرك شكرا جزيلا حبيبي. مشاهدين الكرام، إلى هنا إذن نصل في ختام حلقة برنامج اعترف لي هذا اليوم. أأمل أن تكون هذه الحلقة نالت حسن رضاكم ومحتواها نال استحسانكم. سنلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم، حلقة أخرى وضيف آخر. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم في الإعداد والتقديم أيمن الفرداوي، وتحيات كادر العمل على رأسهم المخرج لؤي الأسدي. إلى اللقاء حتى ذلك الحين.